بس كده شوفوا قهوتي الجميلة، هبدأ ان انا اصبها، نص هنا نص هنا عشان الكريمة. ايه رأيكم؟ شايفين المنظر؟ شايفين الوش من فوق، الوش الكريمي اللي يجيب العافية الثقيل؟ يمي 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 يمي. يلا يا بيلا، مليون لايك 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 لايك. اذا لسه مش شفتوش في قناتي بسرعه بسرعه، زيرو زيرو تحت الفيديو، اضغطوا على كلمه اشتراك من الزرار الاحمر في جنبها جرس، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل علشان كل جديد يوصل لكم باشعار. ما تنسونيش باللايك، وادعموني بكومنت تشجيعي وايه رايكم فيها، وايه النوع القهوه اللي انتم تفضلوه، واي نوع قهوه تحبوني اشارككم معاه الطريقه. لايك لاحلى قهوه يونانيه بالدنيا. التلبية الجميلة اللي طلبت مني القهوة اليونانية، طريقة القهوة اليونانية، وبما اني انا ادمان قهوة بكل انواعها، فحبيت اعمل معاكم فيديو القهوة على السريع. تمام، القهوة اليونانية اول حاجة خلينا نتكلم عليها. احسن مكان تشتري منه قهوة يوناني العميد، بن العميد. تمام كده، بن العميد القهوة اليوناني عنده بتحتوي على ايه؟ عبارة عن قهوة شقرة ومبيض قهوة وجوز هند. تمام؟ اهي المكونات اهي، برضو عشان تكون معاك ايس كريم ليها، باخد عليها صورة علشان انزلها لكم. مزيج من القهوة الشقرة، مبيض قهوة مع جوز الهند. طيب يعني انت لو ما عندكيش العميل ده، او ما عندكيش القهوة اليوناني دي وعايزة طريقتها نفسها علشان تحضريها في البيت، هتجيبي قهوة شقرة اللي هي يعني البن العادي اللي انت بتستعمليه، بس بدل ما يكون اسود لا تكون اطلبيها شقره، وما تكونش نص ونص، يعني مش مثلا سودا اشقر خفيف او اسود واشقر خفيف، لا اطلبيها شقره خالص. يبقى هتجيبي قهوه شقره وهتضيفي عليها المبيض اللي احنا بنحطه في النسكافيه او الكابتشينو، عارفينه المبيض العادي، هتضيفي عليها مبيض وتضيفي عليها جوز هند مطحون. تمام، وهتضيفي المكونات مع بعضها وتطحنيهم في المطحنه مع بعض، تطحنيهم تاني مع بعض بحيث يتجانس الطعم كله ويديك الطعم القهوه اليوناني المظبوطه. طيب دلوقتي هنعمل بقى طريقه التحضير نفسها. كده احنا عرفنا المكونات، انك تكوني قهوتك ازاي لو ما عندكيش بن العميد. طريقه التحضير اهو، مثلا انا هعملها في الفنجان الكبير ده اللي بحب اعمل فيه قهوتي. الفنجان ده ياخد معلقه ونص كبيره كده من القهوه، ماشي، معلقه ونص من القهوه كبيره مش الصغيره ديت، الحجم ده. وبتتعمل بايه؟ الافضل تتعمل بحليب مش بميه، او نص ونص زي ما انا هوريكم دلوقتي. اهو فنجان الحليب، تمام، حطيت نصه حليب ونصه هحط ميه، او تلات ارباع حليب وربع ميه علشان تشربي قهوه جميله جدا اهي. خلاص احطها هنا. انا هعمل اتنين ليا والماما، فهعمل وبس كده. هتحطي بقى الحليب بتاعك هيريفه في الكنكه، بعد كده هتحطي يتحل يا بسكر يا بايه، بسكر بني او بعسل. انا طبعا قطع السكر الابيض من حياتي، فهحط معلقه من السكر بني بما ان ماما تشرب معايا، ولا انا افضلها بالعسل اكتر. جربوها كده بالعسل او بالحليب المكثف، يمي يمي. وحطيت على الفنجانين الكبار قهوه، حطيت 3 معالق كبار من القهوه، يعني كل كوبايه بتاخد لها معلقه ونص، ولو فنجان القهوه العادي صغير بياخد معلقه واحده بس كبيره. نحرك 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 لين تستوي. شوفي قاعدة تتقل معاكي كده، القوام يتقل، شايفين؟ والرغوة تزيد من فوق الوش، يزيد يعني من وش، بس ضروري حركة التقليب المستمرة كده، ضروري 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 بأي قهوة. ثواني 30 ثانية بقى لها، هشيل بقى دي خلاص. أول ما تبدأ ترتفع هنروح نصبها مع بعض. بس كده شوفوا قهوتي الجميلة، هبدأ إن أنا أصبها، نص هنا نص هنا عشان الكريمة. إيه رأيكم؟ شايفين المنظر؟ شايفين الوش من فوق؟ الوش الكريمي اللي يجيب العافية الثقيل،
يمي 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 يمي. يلا يا بيلا مليون لايك 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 لايك. اذا لسه ما اشتركتوش في قناتي بسرعه بسرعه، 00 تحت الفيديو، اضغطوا على كلمه اشتراك من الزرار الاحمر في جنبها جرس، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل علشان كل جديد يوصل لكم باشعار. ما تنسونيش باللايك وادعموني بكومنت تشجيعي وايه رايكم فيها، وايه نوع القهوه اللي تفضلوه، واي نوع قهوه تحبوني اشارككم معاه الطريقه. لايك لاحلى قهوه يونانيه بالدنيا.